بشار فهد الشرعية بشار. لقد تواجدنا هنا اليوم لنؤكد ان الثوره السوريه لا زالت مستمره، ولا يزال مطلبنا الاساسي هو نفسه اسقاط النظام. نحن نؤكد ان مطلبنا لا يزال اسقاط النظام، رغم المؤامرات، رغم المؤتمرات، رغم القوى العسكريه، رغم المجازر، رغم الحرب النفسيه على الشعب السوري، لا يزال مطلبنا هو اسقاط النظام. والحمد لله ادعو الاحرار وشاركنا الجميع ما نطلق في هذا المطلب.